أنا أمينة بن طالب، ناشطة شبابية في مجال التغيرات المناخية والبيئة. أعمل كمدربة في مجال التنمية المستدامة والـ SDGs. صاحبة فكرة مشروع الطوب البلاستيكي، اللي هو مشروع لإعادة تدوير البلاستيك، يعتبر أحد مشاريع إدارة النفايات. وعشان كذا اليوم أحب أتكلم عن قطاع إدارة النفايات. يعتبر قطاع إدارة النفايات واحد من أهم القطاعات الصناعية والاقتصادية ربحاً، خاصة في الوقت الحالي بسبب توجه العالم كله نحو عمل حلول مستدامة في الإنتاج وفي الاستهلاك، برضو الاستغلال الأمثل للموارد. حالياً تشهد العديد من الدول تطور كبير في هذا القطاع، اللي هو قطاع إدارة المخلفات، من أبرزها طبعاً الدول الأوروبية. نأخذ السويد كمثال، اللي بعد ما نجحت في أن تصبح يعني خالية تماماً من النفايات بسبب أنها تقوم بإعادة تدويرها، صارت تقوم باستيراد نفايات من دول أخرى لأنها شافت في هذا القطاع ربح كبير وفائدة، فهي تحب أنها تستثمر في هذا القطاع بشكل مستمر، فأصبحت أنها تخلصت تماماً من المخلفات اللي عندها وأصبحت أنها تستورد مخلفات من دول أخرى. في العالم العربي في برضه توجه من بعض البلدان في هذا القطاع، اللي هو قطاع إدارة النفايات. مثلا على سبيل المثال، توجد أكثر من 4 شركات في الكويت، 26 شركة في الإمارات، 5 شركات في قطر، هذا بحسب آخر إحصائيات بحثت عنها، من أجل يعني جمع النفايات وتدويرها. بالإضافة أنه في دول أخرى مثل تونس، مصر، السعودية برضو مهتمين في هذا المجال. نأتي لليمن اللي هي بلدي، لا زالت متأخرة كثيراً في هذا المجال للأسف، حيث أنه ما لا يوجد لدينا أي قطاع رسمي مهتم أو مختص بإدارة المخلفات. لكن الجدير بالذكر أنه في بعض مبادرات فردية في مجال إعادة التدوير، مثل مبادرتنا نحن في إعادة تدوير القوارير البلاستيكية. برضو في مبادرة لزميلي المهندس عمر بادخن في مشروعه إعادة تدوير المواد العضوية، خاصة بقايا الأكل، مخلفات الأكل من المطاعم، عشان يحولها إلى غاز يستخدم في الطبخ. طبعاً هذه الحلول الفردية في إدارة المشكلات البيئية خاصة في المنطقة العربية يعني لم تثبت نجاحها إلى حد كبير، أو لم تصل إلى المستوى المطلوب، لأنها تحتاج دعم أكثر من السلطات المحلية، دعم أكثر من المنظمات المجتمع المدني أو من المستثمرين عشان يكبر هذا القطاع وينمو بشكل أكبر. لكن أحب أني أنوه من هذه النقطة أنه إدارة النفايات مش فقط حل مستدام للتخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة، طبعاً هو هذا الهدف الرئيسي منها، بس هي أيضاً فرصة اقتصادية لتشغيل أيادي عاملة، فرصة لاستثمار طاقات الشباب، خصوصاً إن إحنا في الوطن العربي نسبة الشباب عندنا تتجاوز 60%. برضو إنها فرصة لرفع مستوى المعيشة للأفراد داخل المجتمع، وكل هذا يحقق أهداف التنمية المستدامة واللي احنا كلنا نسعى من أجلها في مبادراتنا وفي مشاريعنا.